السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج برلمان الشعب مباشرة على شدة. نواصل إقليم وارزازات، نواصل مع جماعة غسات. كيف ما تتعرفوا اليوم غادي يكون تعقيب ديال إفراسن رئيس جماعة غسات بإقليم وارزازات ردا على ما جاء على لسان المجتمع المدني. كان في الأول المعارضة تكلمات وكان الرد ديال الرئيس، المجتمع المدني عطيناه الكلمة والآن الرد ديال الرئيس. ولكن قبل ما ناخذ الرد ديال الرئيس غادي نكملوا مع الطيب محمد، لأن البارح وعدنا بأن غادي نعطيه واحد 5 دقائق تقريبا بعض النقاط. قال لك راه ما قلتش كل شيء، غادي نعطيه باش يكمل طيبي محمد اللي هو الكاتب العام لجمعية تاغية أيت الحاج. تاغية أيت الحاج قال لنا بأنه الكثير من المشاكل العالقة. معنا طيبي محمد قال بأن تاغية أيت الحاج فيها الكثير من المشاكل العالقة ولا تكفيها ساعة أو ساعتين على أي. يلا نمشي ومعنا طيبي أيت الحاج. السلام عليكم سي طيبي. مرحبا سي الحسين، الله يجزيك بالخير سي طيبي. أنا أعطوك واحد 5 دقائق 6. يلا الله يرحمه ليك ودي سي الحسين، ما بقي غير بالنسبة للمدرسة تاغية أيت الحاج سي الحسين، بأن احنا دروكا احنا نصيبناها تشاركا مع احد المنتجين الافلام، لحقاش الضوا ديالنا كيجيو فيه ليه بزاف دوك الناس اللي كيدجوا الافلام، يعني منطقه جديده لهذيك البلاصه، ودرت واحد عقد تشاركي مع واحد احد المنتجين الافلام وصلنا هذيك المدرسه ديال تاغية أيت الحاج. يعني الجماعه ما قدمت لنا والو، يعني عامين مدرسه ابتدائيه، مدرسه ابتدائيه ديال تاغية أيت الحاج، يعني منطقه يعني احنا اللي صيبناها. وكاين واحد المدرسه كاينه في ايمن 3 سي الحسين لحد الان هي ما تصيبتش، واحد المحسن اللي جاب لهم واحد الكونتين واحد هذيك الحاويه، يعني هي فاش كيقراو الدراري الا كاين البرد راه بحال الا حطيتوه في الثلاجه. فين هادشي؟ في ايمن 3 تاغية، ايمن 3 تاغية، ايمن 3 ايمن 3 هي اللي كاينه في الفم كاع ديال الواد يعني ايمن 3. فين تقراو الدراري؟ في كونتونير. الكونتونير واحد المحسن اللي جابها لهم. ورا الكونت يعني عرفتي شنو هو الكونتونير في ديك البلاصه في البرد والتلجي طيح تما راه 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 الموت هذيك الكحله. وبغينا الاجابه ديال السيد الرئيسي يقول لنا علاش راه غادي يجاوب. وبالنسبه للسد سي الحسين، الرئيس من 2007 كيقول لنا غتروح له اش وجد لهاد الناس باش نروح له؟ يعني عندنا تقريبا 146 كانون، يعني كل كانون في ما بين 20 فرد حتى 50 فرد، اش وجد لنا؟ ما وجد لنا والو. يعني كنعرفوا بان جماعه غسات هي اراضي سلاليه، يعني واش كاين شي ارض دار لنا شي يعني شي ولا غيدونا لمخيمات اللاجئين؟ ما عرفناش. ولا جينا السي الحسين كنتلاقاو الجماعه غسات ما عندهاش الجرافه، والسيد الرئيس عنده تقريبا طوموبيل 4x4، علاش ما يعني عنده طوموبيل اخرين، علاش ما هذيك المبلغ ديال 4x4 يشري لنا شي جرافه؟ وقت ما نبغيو جرافه نتلاقاوها في الجماعه، ماشي نبقى يعني الفلاحه ولا شي واحد يعطينا الجرافه. ولا كتلقى المشاريع السي الحسين ديال يعني الايكريت كنتلقاهم كلشي داهم الدوار ديالو، يعني تقريبا المشاريع كلشي اللي دار في الدوار ديال في الدوار ديالو ما دارش يعني منصفدا، يعني دار في الدوار ديالو الفندق. الفندق هذا الفندق مسدود، يعني يمكن جابوا المثال تاغية أيت الحاج، حنا كيجيو عندنا اصحاب الافلام يعني ما كيتاوش فين ينعسوا، يعني كيعسوا غير يعني عندنا في الديور ديالنا حتى يساليوا داك اللقطات اللي غايديروا ويمشيو. ودار الباري ديال ايكرنان عنده فاسد في الدوار ديالو، ودار واحد التعاونيه نسائيه، ودار الحمام، ودار واحد المصفات ديال تصفيه الماء، ودار جوج طرقان في الدوار ديالو، والطامه الكبرى دروكا بغى يدير لها المستوصف للدوار ديالو. كون على يقنا ودا السي الحسين راه السلطه دارها في راسهم، كانوا القبائل ديال ايكرنان غادي ينزلوا يديروا مظاهره في العمل ديال الوالزات، ولي تدخل ديال السيد رئيس الدائره وقال لهم غادي نشوفوا الحل كي داير، ولي خصني تلقاو الحل لهذا المستوصف. حقاش باش تلقاو الحل راه الناس غينزلوا، يعني وصل السيل والزوبة كما كيقولوا. وصرح الرئيس بواحد تصريحات السي الحسين، قال لك بانه يعني نجز واحد الطريق يعني في الدوار ديالو ما بين الدمنات وتيكت بجوج المليار فاصلة 700 مليون سنتيم. يعني لو ان هاد الفلوس تفرقت على اصلاح الدوار واصلاح الطريق، حقاش هذاك الطريق ديالنا ترابي، وديما كيقول لنا غادي نقاد لكم غادي نصلح لكم، لحد الان الله
يجيب. والله شوف السي الحسين حنا ما كنحسدوا حتى واحد وما بغضنا ما كنبغضوا حتى واحد، ولكن غير تضررنا كثرة الوعود والله الا تضررنا وداس الحسين علاش تضررنا داك كنصرو كنسكتو كنسكتو ما كنبغيش كنقول هادشي، ولكن الله يدعي الله وداس الحسين. واه شكرا الله يرحمه عليك وداس الحسين. قول لي باغي نسولك انا على هذاك الكونتينر ديال ايمنتالات. اييه واش هاد ايمنتالات واش بعيد على المدرسه اللي كاينه في تغيا ايت الحاج؟ بعيده لحقاش هي تغيا ايت الحاج راه واحد المسافه كبيره ديال سياده الحسين هي بعيده. واصلا هما عندهم مدرسه ديالهم مع هذيك الكارثه اللي وقعت حتى هما تجرفات لهم سميتو المدرسه ديالهم، وقت ما كيبغي يطلبوا الرئيس يصيبوا لي يقول كيقولوا له يصيب لينا المدرسه كيقول لهم كيقول لهم الا يصيب لنا المدرسه راه غترحلوا من 2007 و 2019 دروك اللي وصلنا باقي كيقولوا ما اترحلوا باش كيسكتوا. حتى مشى واحد المحسن هو اللي جاب لهم هذيك الكونتير حيت كان غير في البيطون. نعم هذاك المحسن جاب لهم هذيك الكونتير اقل ضرر واخا الدراري كي ويلاه يلاه. واضح شكرا لك الطيب محمد الكاتب العام لجمعيه تغيا ايت الحاج، شكرا جزيلا لك. حياك الله. يلا نعيطوا لإفراس. سي إفراس ماذا ستقول على ما جاء على لسان المجتمع المدني في شخص الجمعيات اللي تكلمنا معها عبد الله أوناصر رئيس الجمعية التنموية تسلمات، إنجاد خليد رئيس جمعية النخيل بغسات، والطيب محمد الكاتب العام لجمعية تغيا ايت الحاج، واليمني نعيمة ناشطة جمعوية بتيدخست. غادي معنا السي إفراسن. معنا السي إفراسن. السلام عليكم السي إفراسن. ألو السلام عليكم السي إفراسن. يا رمضان مع السي حسين. مرحبا رئيس جمعية جماعة غسات بإقليمي ورزازات. تنظن سمعتي المجتمع المدني في شخص عبد الله؟ ما سمعتيش؟ لا تقريبا ما سمعتش، ولكن اذا كان ممكنا باش انت تعطيني الاسئله اللي عطاو ونجاوب. هادشي كثير اللي قالوها السي افراس. واخا كثير حتى انا معاهم يكون كثير. الجواب كثير. يلا عندنا عبد الله وناصر رئيس جمعية التنموية تسلماند، إنجاد خالد رئيس جمعية النخيل تفرغوس، عندنا الطيبي محمد الكاتب العام لجمعية تغيا ايت الحاج، واليماني ناعمة حتى هي ناشطة جمعوية بتيدغس. هذه صيفطات ليا داكشي اللي باغا تقول لي انها مرضات، وقالت لك اتصلت بيا في اخر لحظة وقالت لك ما نقدرش نتكلم راه مريضة، وصيفطات ليا التكس اللي داكشي اللي باغا تقولو صيفطاتو ليا تكستو في الواتساب. واخا نبداو بما جاء على لسان عبد الله وناصر رئيس الجمعية التنموية تسلمانت. بداية اليد العاملة غير حاول ما امكن السي إفراس الجواب يكون فهمتي مقتضب هذا باش يقدك الوقت. عبد الله وناصر تقول لك اليد العاملة يعني الناس اللي غادي يخدموا في مشروع نور للطاقة الشمسية من دوار تسلمانت، قال لك كانت وعود رسمية ما شغلوا التواحد، مشات الأرض اللي كانوا تيرعوا فيها اللي دار فيها المشروع، والبديل ما كاينش لانهم كانوا قالوا لهم بان غادي نخدموا لكم ولادكم على اساس يكون عندكم واحد المدخول قار، دابا لا مدخول قار لا ارض. الجواب الارض راه دازت في الشراء، شراتها مازين الفلوس ديالهم دازوا للشؤون القرويه الرباط الوصايه، وهما كيدوزوا اوتوماتيكومون للنواب اراضي الجموع ديال الجروب تكنيك ديال ايتو غرور، ودازوا لهم ايفيكتيفمون ولا علاقه للجماعه في هذا الشيء فيما يتعلق بالتشغيل. لانه قلتي دابا واحد الهضره اللي هي غير مقبوله، قلتي دوار تسلمه ما خدام حتى واحد ولا تسلمات خدامين. ماشي انا اللي قلت، عارف شنو تتقول إفراسن؟ ماشي انا اللي قلت، عبد الله وناصر وناصر قلتي لي، قلت لك انا ما سمعتش مزيان ولهذا السبب قلت لك قلتي لي انت دابا قلتي الخبر. يا نعم قلت لك بانه ولاد تسلمانت واحد العدد راه خدام اليوم في المشروع ديال الطاقه، وهذا الدوار راه ما بعيد حتى 600 متر من الطاقه. شحال دابا خدامين في تسلمانت؟ واحد العدد كثير فايت 20 فايت 30 هما شادين الخدمه مزيانه.
مزيانه كاع دي بوست مزيانين صافي قلت لك مزيانه قول لي يعطيك شكون يعطيهم لك انا قلت لي ما خدام حتى واحد غريب هو اللي قال لك ما خدام حتى واحد انت قول لي انا كنقول لك خدامين انا كنقول لك خدامين وشادين دي بوست مزيانين قارين اللي كاينين عندهم دي بوست من اللي كاينين اللي بداو من البدايه ديال المشروع هذه تقريبا 7 سنين الى يومنا هذا خدامين اللي بغى يخدم راه خدام مزيان قارين اللي كيدير ديكاف اللي كيدير ديكاف كيخرجوا هذا شأنهم اها عطيني سؤال اخر لا بلاتي هادو قارين كاينين اللي قارين عندهم تم مزيان والفلوس ديال نزع الملكيه كاينه في الوزاره الداخليه في الرباط وزاره الداخليه نعطيها راه حنا للشعب المغربي كيتصمت فيها 3000 هكتار و43 هي اللي داست داست اوتوماتيكمون 3 د الملاير و43 مليون داست الوصايه والوصايه هي كدير الاجتماعات مع نواب اراضي الجموع ولا علاقه للجماعه بهذا الشيء وقلت يومين هذه ولا ثلاث هذا الشيء هذا الشيء عارفينه ان لا علاقه للجماعه بهذا الشيء ولكن الجماعه رئيسها منتخب من طرف السكان لقضاء مآربهم اي صحيح هو اللي كيقضي المآرب ديالهم ايوا اذا خاصك توقف على الامر ان الناس ياخذوا فلوسهم ديال نزع الملكيه ما كاينش اللي حيد لهم الفلوس وهنا الفلوسيه راه كاينين النواب كاينين النواب وكاينين الساده العمال اللي هما مسؤولين على داك الشيء والسلطه المحليه كيديروا اجتماعات كيقترحوا المشاريع لقسم الشؤون القرويه في الاقليم وكيديروا هما اللي كيديروا الدراسات هما اللي كيديروا المشاريع اللي يبغاو اللي يطلبوا نواب اراضي الجموع دابا فلوس نائب اراضي الجموع هو يمثل ذوي الحقوق ايه دابا الفلوس ديال هاد الناس اللي تنزعتهم الاراضي كاينه في الداخليه شحال قلتي لينا 3 المليار ايه محطوطه ما لا محطوطه راه خرجوها النواب هادوك النواب اللي كيهضروا معاك خرجوها واحد العاده تخرج منها اعطوها لعباد الله استفدوا عباد الله ماشي فلوس كيسرقوا بهم عباد الله على حسب داروا بها مشاريع مشاريع هذا دار السواقي غير السواقي اها كل واحد اش طلب ونائب اراضي الجموع كيطلب داكشي اللي طلبوا ليه ذوي الحقوق ديال الدوار ديالو اذا دابا الفلوس خرجات ودارت بها مشاريع ما كاينش اللي حبسهم راه الفلوس عندهم داك العادات مزيان واللي باقي راه باقي في الوصايه ملي كنصيفطوا لهم الدراسات والطلب والمحضر الاجتماع اللي كدير السلطه المحليه كيديبلوكيو لهم الفلوس مزيان المهم المهم خرج واحد الطرف وراه داروا به مشاريع في غسات الكثير خرج بزاف قلت ثلثين ودار به المشاريع في غسات مزيان يقولون لانه احنا ما دخلناهمش في الباك لانه ما عندناش دراسات وما عندناش بهم علاقه لانه هذوك سواقي ديال الفلاحه وبعد شي شاطو الى رمموه ولا شي واحد تهرس هادشي اللي كاين يقولون واخا يقولون ها سجلها يقولون راه سجلتها يقولون لان خاصك توقف على الامر السيد الرئيس لا انا شوف هاد الامر خاصك تمشي تشوف خاصك تمشي تشوف هادوك الناس ذوي الحقوق ولا ماشي ذوي الحقوق النائب ولا ماشي النائب انا اللي تنعرف ان تا هادوك الناس عطاوك صوتهم مادام عطاوك صوتهم اذا مشاريع التنمويه في المنطقه خاصك توقف عليها بحكم الوصايه ديال الجماعه لان انت رئيس سمعني ماشي يقولون مشاريع التنمويه فيما يتعلق بالصحه بالتعليم بالفلاحه بكل شيء انا واقف عليها ولكن انا خارج ما كنحضرش في المارشي ديالهم هما كيديروا داكشي مع السلطه السلطه هي اللي مسؤوله على المسؤول وغادي تعرف ماني المسؤول انت لا دور لك في اي مشروع تنموي دار دابا في المنطقه من خلال يا سلام من خلال الدور ديالي الدور من خلال ديالي كله الاراء دورك كامل الدور ديالي كامل وعرفت هذوك المشاريع ديالهم وانت تقول يقولون حتى الخبر ما عندكش لا باش ما تقولش مكان لا وانت قلتي يقولون لا تقاولني ما لم اقل انت قلت يقولون شوف قلت لك قالوا لي هل اللي هما كيديروا في سميتو ديالهم شتهم وطلبت في الدوره اللي فاتت من غير هذه طلبت لجنه ديال التفتيش من الشؤون القرويه تجي تراقب هذه المشاريع وكاين محضر مزيان ديال الدوره ملي كاين محضر مزيان كاين عندي ايه كاين وهبطتي للتيران وهبطتي للتيران شفتي المشاريع وهبطتي للتيران شفتي المشاريع
كيفاش؟ انت هبطتي للتيران، هبطتي للارض الواقع ومشيتي وشفتي المشاريع اللي داروا النواب. شفت المشاريع ولهذا السبب طلبت اللجنه ديال التفتيش تجي تراقب. ها نعم، دابا هذه هضره اخرى. واش هذاك شي مطابق؟ ايه ها نعم، دابا هذه هضره اخرى، هذه عكس يقولون، فهمتي؟ دابا هذه عكس يقولون. يقولون يعني اسمعت وانت كرئيس ما خصكش تسمع. سمعني راه يوميا وانا كندور في الضواوير. مزيان، هادشي اللي خصو يكون. واخا سي افراسن، واخا سي افراسن، باقي بعض النقاط غادي نتكلموا عليها بعد الفاصل ان شاء الله. على شد اف ام نعود ونواصل معكم برلمان الشعب مباشرة على شدة. تحية لكل من تتابعنا مغاربة العالم عبر موقعنا الرسمي www.shadafm.net. مرحبا بالجميع. دائما أقول بأن لما تحشي الفرصة أنه يتابع الحلقة من جوج أقسم تل ثلاثة ونص، فممكن أنه يعود يسمعها مع الوحدة ديال اللي تتكون لغو ديفيزيون. مرحبا بالجميع. وكذلك رأى الحلقات مع احتساب داك الديكالاج ديال التوقيت راه تنبارطاجيوهم في لاشين ديال غاديو شاده اف ام باليوتيوب. مرحبا. نواصلوا مع السي افراسل رئيس جماعه غسات باقليمي ورزازات. السي افراسل. نعم سيدي. ندوزوا للماء. عبد الله وناصر تيقول لك اللي هو رئيس الجمعيه التنمويه تسلمان تيقول لك بان الشاطو والتيو واحد جوج كيلومتر ديال التيو والشاطو اللي كاين تما تيقول لك تبنى من صندوق ديال القبيله، وشاطو قبل منه تبنى في نفس البلاصه تسلمات من صندوق الاراضي السلاليه. وتيقول لك الجماعه ما عاوناتنا الا بالسيما، ما عرفتش شي جوج طون ديال السيما. شوف نعم، هذا نجاوبك بعدا باش تعرف. سي عبد الله هو نائب اراضي سميتو، هو رئيس جمعيه ديال تسلمات. الا كان تحددوا على تسلمات، تسلمات فيها الشاطو قديم. قديم. والشاطو الاخر اللي درنا راه هذا واحد يزركي كتسمى كل الجروبمون ديال يزركي. كاينه مرمان الشاطو ولا كوندويت والضو الجماعه 100% حتى داك الضو داك البيرك ما داخلش في داك الدوار، الدوار ديال اللي حدا تسلمان. سي عبد الله صحيح هما عندهم قلت لك الشاطو الاول القديم والثاني اللي غادي يزيدوا هما جمعوا فيه وجاوا قالوا لك خاصهم السيما باش يكملوا. اما الشاطو راه عندهم ولي التذكير لانه جميع هاد الدواور دابا علاش كتهضر كلهم باقي غادي ليهم، راه فيه دخلات ليهم دابا المشروع ديال الماء الشروب اللي هو كان تقدم امام جلاله الملك نصره الله. كل هاد الدور وصلوا لهم الماء، يعني انه اليوم مستحيل، اليوم عندي انا مستحيل باقي يجي شي واحد يجي يقول لي راه خاصنا التيو. لانه المشروع ديال لونيب شاد هاد الدواور. اذا هذاك الشيء اللي قال لك السي عبد الله صحيح، جاو قالوا لك ما عندهم ماشي كيبغاو لو دوزيام شاطو، بغاوه الرسوم. ماشي بور فهمتيني، عطيناهم السيما. عطيتهم السيما. في اطار المساعده. في اطار المساعده. واخا هما بغاو يزيدوا شاطو، راه عندهم اصلا شاطو. عندهم الشاطو، ها هو راه قال ها هو فهموني. هذاك الثاني زادوه. اما لا كوندويت راه دايزا وديك جوج كيلومتر ديال التيو. فين هما؟ ديالهم. خاصة. طلبوها لينا، السيما اللي طلبوا عطيناها لهم. هما جاو طلبوا غير السيما بوحدها. بوحدها، الطلب هو عندنا في الجماعه. واضح. واضح. قال لك 32 دار بلادو. ماشي 32، لا. هنا غادي نفسر لك لانه العدد كيتصنت سميتو. ماشي 32. كنقول لك يا زركي 64 دار. وماشي دار. هاد الديور اللي كاينين ماشي انا اقول لجميع تصنت. اراه جميع تراب الجماعه، المداشر اللي في الجماعه 44 دوار. ما كايناش دار اللي كتشعل سميتو الشمع في دارها لانه ما عندوش الضوء. ابدا، النون والقلم وما يسطرون. كلشي عنده الضوء. هاد الناس راه عاودتها شحال من خطره قلت لك علاش هذيك 64 خرجنا لجنه اللي فيها الجماعه وفيها السلطه وفيها مالي الضوء، حصونا
هادوك الناس اللي مشاو مباشرة كيبني بدون رخصة، ما عندهم رخصة. والعدد منهم هادو اللي قلتي تا سلمانت، العدد منهم دارت لهم سميتو دار لهم المحاضر، المحكمة دارتهم السلطة المحلية الترامي لأنه أرض الجمهور. وهاد الناس هادو اللي قالوا لك الضوء ماشي ما أرى، هو في داره عنده الضوء ديك الساعة لأنهما قراب المشروع ديال الطاقة، بداو كيفرقوا كيديروا داك التوزيع ديال الأرض، واحد كينوض كيدور، كاين اللي دار لوح واحد، كاين اللي دار جوج، كاين اللي كمل. هادوك دابا اللي بينا نديروا لهم التوسيعة ديال الضوء، هاد 64 أقول 64 ماشي هذيك 32 راه يزركي هذا. دابا شكون اللي ما عندوش الضوء، 32 ولا 64؟ لا هذيك 64 فيهم العدد اكثر من 60% مازال كاع ماشي دار، غير دوروا جوج اللواح. واش دابا فهمتيني؟ فهمت هادشي اللي كاين. اما ندخلوا لهذوك الديور اللي قال الجداد ونلقاوهم ساكنين فيهم الناس ما عندهم الضوء ابدا. ولكن بناو خصنا نعمموا الضوء للمنطقة. نعم. هادشي علاش دخلنا حنا ومشكورين مالي في اطار الاستراتيجيه الوطنيه ديال كهرباء العالم القاري. يرضي عليك الله يرحم باك، هادشي اللي كاين. وادعوك قلت لك عاوتاني تجي لهاد المنطقه هادي وتشوف. غادي نجي وغادي ندورو ان شاء الله. دوار بدوار. اي دار بدار. دار بدار، زنقه بزنقه. يلاه زيد. زيد. هاد القضية ديال 1000 درهم قال لك هي اللي متقلاهم ودايره لهم العذاب الأليم، 1000 درهم كل شهر تعطيوها طاكس ديال البوز ديال الكهرباء. كيفاش؟ قال لك شي 1000 درهم ديال طاكس ديال البوز ديال الضو. بوز ديال الضو. علاش هذاك الضو؟ تسلمات شي بوز تيخلصوا عليه 1000 درهم. مي اوسيجي دو، هاد البوز خدام بلاش؟ خدام الضو، بوز ديال الضو. الضو لاش؟ الضو ديالاش؟ ما عرفت ديالاش، ديال الكهرباء، ديال الإنارة، ديال الديور، شوف ديالاش. داروا لهم شي بوست وقال لك كاين شي طاكس تيخلصوا. لا ما كاينش شي واحد اللي كيخلصوا. ما كاين حتى شي طاكس. شوف. نعم. هو اللي غادي يقول لك ربما غادي يقول لك الضوء ديال البير ديالهم اللي كيطلعوا الماء، وهذيك راه الجمعية هذيك كتسير كتخلص في الماء. اش اش ما عندهم حتى خلاص، لأنه الضوء بير هذا. إذا هذا إلا. إذن خمس ضو ديال دارو. إذن ما كاينش الطاكس بتاتا، شي طاكس ماكينه ما تيخلصوها. ما عندناش نهائيا، هما إلا كيحسبوا روسهم طاكس لسميتو البير ديال الماء كيهزوا منه الماء، هذاك شغلهم. يلا زيد أخسن نفهموا هاد القضية ديال البوست، حيت هو قال البوست. أنا ما فهمتها، قلتي لي البوست قلت لك ما عندنا لا طاكس لا والو كجماعة اللي أول مرة كنصنت هاد الطاكس. تانا 25 درهم. حيت هو قال البوست وانا اكدت لي واش بوست، قال لك راه بوست. بغينا نفهموا هاد البوست شكون اللي داروا، ولا كانوا ما تيخلصوا عليه شي حاجه، علاش يخلصوا لي اش من اتفاقيه دارت باش ما تكونش الامور. حنا عندنا شوف بغينا نفهموا الاتفاقيه اللي كاينه ما بين الجماعه والضو. الجماعه والضو والضو هاد الناس الجمعيه. كيفاش الجماعه والضو؟ اشرح لي. مالين الجماعه والضو هي بيان سور. كيفاش الضوء ما فهمش جماعة؟ لا لا عرفتي شحال كنخلصوا حنا 25% في الجبور. باغي تقول الجماعة والمكتب الوطني ولا شنو؟ والمكتب الوطني. نعم حيت ديك الضوء ما فهمتهاش، قول المكتب الوطني للكهرباء. عرفتي علاش كنقول الضوء؟ راه عرفت المكتب الوطني، انا كنقولها بهذا المفهوم هذا باش يفهموا الجميع. نعم قلتي المكتب غادي يفهموا ماشي مشكل. صافي المكتب الوطني للكهرباء. لا غير يفهموا الجميع قلت لك ان شاء الله. هذا يعني يتعلق الامر بالاناره. واخا غادي نمشيو لانجاد خالد، هذا الشيء دابا اللي قال لنا عبد الله وناصر رئيس جمعيه التنمويه سلمان. تنمشيو لانجاد خالد اللي هو رئيس جمعيه النخيل تفرغوست. مرحبا. من بين اللي قال اول ما تكلم عليه انجاد خالد هو الفلاحه، الاشجار المثمره، داك التوزيع ديال الاشجار المثمره ديال الزيتون اللي الحصه ديال تفرغوست قال لك ما وصلاش 400 شجره ما توصلش بها دوار تفرغوست. علاش؟ انجوك هذاك الزيتون اللي قلتي كيجي الجماعه ولا علاقه هي غير في المركز ديال الجماعه كيتحط كاين المدير ديال الفلاحه اللي كيجيبو هادشي قالو كيفرقوا على الجمعيات حسب الطلب ديال الجمعيات. حسب الطلب وشاط ليهم ردوه كاع ما بغاوهش الناس. لا هو لا اللوز
كيجيبوا الكميات هائله 30,000 و 20,000 ديال اللوز. طلبات ماشي الجماعه هذيك الجمعيات الشقويه اللي هي مكلفه بالاغراض الزراعيه، وهما الطلبات ديالهم واحد كياخذ اللي بغى، وراه بقى الزيتون تم طردوه، وهو تيقول لك تفرغص ما توصلاتش من لانه هو ما طلبش، لا طلب لا تقول لك طلبت، يطلب يشوف سولوا المدير ديال الفلاحه تقول لك طلبنا، والمدير والناس ديال الفلاحه تيقولوا لي راه الزيتون راه في الشجره في الجماعه، وتيجيو الجماعه وقال لك بقاو ما بين الجماعه وما بين الفلاحه، ومشى الزيتون 400 شجره. شوف شوف على حصتين. لا علاقه للجماعه نهائيا، اي تم لانه ما عندهمش المكان. المدير ديال الفلاحه اللي مسؤول ديال السينفي هو اللي كيعطي للناس الجمعيات كيسنيو ليه، عنده محاضر ديالو، اما الجماعه لا دخل ما كتدخلش، هي كتفرق الزيتون. حنا مثلا حنا ما تنهضروش على ان هذه القضيه ديال الجماعه لا دخل لها تجيني غريبه. علاش تجيني غريبه؟ انا نقول لك علاش تجيني غريبه وفسرها السي افراسن. واش دابا رئيس جماعه ومستشارين والاعضاء ديال المجلس اللي هما ناس منتخبين، يعني هادوك جاو بقوة صندوق الاقتراع، ما تعينوا بتشي طريقة أخرى، ما عينهم رئيس الحكومة، ما عينهم الداخلية، ما عينهم توعد زيد عينهم الشعب. ها نعم، أنا أستغرب كيف أن الإنسان في المسؤولية ديال الجماعة كمنتخب وتقول لك أنا لا علاقة لي بهذا الموضوع، هو توقع عنده في الجماعة. أبلاتي سي إفراسن، شوف سي إفراسن، أي حاجة تتوقع في المجال الترابي ديالك أنت مسؤول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. شوف سي الحسين، نعم أنا مسؤول وأنت مسؤول، كل واحد مسؤول، راه ما كانش واحد اللي ما مسؤول. شوف الزيتون قلت لك اعطيناهم، قال لانه دابا غير قلتي انت ما مسؤول، كيفاش عطيتهم انا المكازا والخدامه مساكن اللي خدامين كي يرشوه بالماء كيفو دير ساعه؟ حنا درنا اللازم ديالنا، ولكن التوزيع يتعلق الامر بالفلاحه، والفلاحه كاينين مالها، هما اللي عارفين وهما اللي كيتحاسبوا على هذا الشيء، هما اللي كيجيو كيغوتوا، راه الناس ما بغاوش يهزوا لنا الزيتون، صيفطنا لهم. وهو ان جات خالد يقول لك حنا ما توصلناش ب 400، ما توصلناش ب 400 طلبناها وما توصلناش بها. هذاك مجاد خالد اللي قلتي، نعم انا ما عمرني شفتو بعدا في الجماعه، راه هذاك مجاد خالد من هذوك الناس اللي هضرتي عليهم ديال الطاقه، راه خدام في الطاقه، ديما خدام في الطاقه الى يوم هذه الدقيقه هذه، ماشي ما كيكونش تم. فين هو المشكل الا خدام في الطاقه؟ ماشي مشكل، خدام قلت لك خدام كاع ما كيبانش عندنا تم في الجماعه، ماشي مشكل على الخدمه. اذا ما جابش الطلب ديالو صافي، هذا هو المشكل. كاينه جمعيه الى هو تيقول لك انا جبت الطلب، الى لمن جابو؟ تيقول لك ديتو الجماعه، وتقول لك لا تمشي على الجماعه، تقول لهم الحصه ديالي، تقولوا لي الفلاحه، تمشي للفلاحه، تقولوا للفلاحه راه في الجماعه. قلت لك الجماعه غير مسؤوله، مره اخرى كنقولوا الجماعه عطات سميتو الامكانيات، فلاحة كاين المدير هو اللي كيتلقى الطلبات، هو اللي كيوزع، هو اللي كياخذ منهم دوك التواصل باش يشدوا الناس، هادشي اللي كاين. واش الفلاحة عاود انا هو مدير الفلاحة؟ واضح. والمدير الفلاحة راه كاين وكيوزع للناس. واضح. وجميع السكان ديال الجماعة فراسهم هادشي كلهم لي ترونزيت جايين كيهزوا ليل ونهار تكملوا. واضح. اللي بقى ارضوه. واضح. انا تنعرف واحد القضيه السي افراسن في القانون الاداري، وما شاف القانون الاداري حتى في الخطاب ديال الملك اللي هو خطاب سامي، حتى الملك قال بانه سير الاداره خاصو يمشي بطريقه سلسه، وكل متدخل يقوم بالواجب ديالو على اساس ان الامور تدوز في الاداره مزيانه، ولا بروسيدور تكون غاديه سلسه ما فيهاش العثرات. فانا انا اللي تنعرف هو انك انت كرئيس جماعه والناس اللي معاك منتخبين، سافودير انتم حريصين على ان حقوق الناس وكل ما يتعلق بحقوقهم وحتى واجباتهم حريصين عليها وقائمين عليها صغيره كانت او كبيره، باش ما يوقعوش هاد المشاكل اللي تنسمعوا دابا. لا راه مشيت. شوف نعم، شوف انا اقاطعك واسمح لي، راه قلت لك كلنا مسؤولين،
انا مسؤول، الاخرين مسؤولين، اللي كاين هو هذا. حنا علم قلت لك عطينا المحل، عطينا الخدامه، عطيك سهروا على سميتو. شوف باش تجيب لي انا واحد هكاك اللي كيعاود لي يوم وغدا وبعد غدا، هادشي راه ماشي. وكل شيء هادشي اللي كيقولوا هادو راه ما منه حتى غرام ديال الحقيقه. يا كلهم كنقولوا لك كلهم تيكذبوا. شوف يجيو اذا كلشي اللي راه تحت طلب في الجامعه ما تدخلاتش الجامعه اكيد هذا غادي يقبلها منك. ولكن تجي خكوا كتقول لانه شوف السي حسين اسمح لي. مرحبا مرحبا، اول مره غادي نقول لك هذه الهضره. مرحبا، هذا برلمان الشعب يحترم. مرحبا، وانت راك عرفتي سمعتي. نعم. من هذا هما قال خصك تسمع مني انا داك كتحكم. الشعب المغربي كيحكم هو الحكم. الشعب المغربي راه تنسمع منك، راه تنسمع منك والله يرضي عليك. علاش ما كتسمع مني؟ علاش معيطين لك؟ لا ما كتسمع مني لانه قلت لك النهار الاول البارح كنت كتقول خطير هذاك ملي كتهضر معانا. يا كيفاش 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 ايه ما عقلتيش عليها؟ قول عاود. ما قلت ما فهمتكش شنو قلتي. النهار الاول كاع فاش بدا هادشي نهار الخميس فاش داز الجمعه فاش هضرت معاك ملي تكلم ملي تكلم النائب الاول ديالك. اييه قلت لك هذا البارح كتقول خطير هادشي. هذاك الشيء على حساب معاك انا انتهى الكلام على حساب قولو راه داك الشيء خطير. لا شوف جيتي انت جيتي انت وضحتي صافي. فين هو المشكل؟ احترمك خديتي السؤال كتاخذ الجواب من عندي والشعب المغربي هو الحكم. صحيح يلا زيد اسيد. والتيران هو الحكم. اي تيران تيران انا كنقول لك خرج ليه انت ضروري ضروري. راه خرجتي راه الا خرجتي قول لي بيان سور. قول لي سي بغي انا ديك الساعه تقول لي وهادي. المهم قول لي سي نرجعوا للبيت القصيد. هذاك السيدي الى دار الطلب يجيبوا بانه راه حطوا في الجامعه وما دارت والو. نعم. اما عطاه المدير الفلاحه هذا شيء اخر. واخا غادي نعرفوا شنو كاين. المغاره ديال اي تازخت تيقال بان كاينه مغاره تما سياحيه هذا ديال اي تازخت وانتم غادي شي مقلع راه داروا ليه التعرض. تنظن بانه غادي الدار يستغل تحت المغاره وعلى مع الوقت غادي تطيح المغاره غادي تمشي وهذا كمونيمو توريستيك ما غاديش يبقى. وتيقول بان انت عندكم واحد المغاره في الدوار اللي تنتمي فيها السي فراسل تهليتي فيها وقديتها وهذه هملتيها. لا شوف. نعم. رست منطقه لها هي غنيه بالمغارات فيها ازيد من 10 ديال المغارات. نعم فهمنا. هذيك المغاره ديال الجبل علاش كيهضر؟ منطقه جبليه هي في الروشي انتي. وهذه دارت اسمعني تنسمع. ماشي السيف راسم دار هذه دارت في 2006. من 2006 هي مبرمجه في وزاره الداخليه. ماشي انا راه لا بيوديفيرسيتي اللي داس المنظمه ديال التنوع البيولوجي هي اللي اقترحتها من فهمتيني. من 2006 هذه 13 عام تقريبا. هذه والمغارات درناهم كلهم وصدق عليهم المجلس بالاجماع وداخلين في الباك كلشي التهيئ ديال المغارات ودرنا مع الاف دي ار الاتفاقيات كل مغاره غادوز فيها الدراسه ديالها. اذا هذه المغاره ديال ايت تازغ حتى هي دارت في الباك كاينه كاينه وقضيه المقلع وقضيه المقلع يبدا يستغل تحته المقلع. هذا المقلع نفس المشكل. هذا المقلع دارت ما دارتوش الجماعه. المقلع راه كاينه اللجنه الاقليميه على راسها السيد العامل وكاين اللي ضروري كاين طرف بيبليك جميع المصالح الوقايه المدنيه الى غير ذلك. هادو كلهم المقلع ياك بعدا ديال وهو هذا مجرد اللي كيهضر معك النايبه راه ديال الجمهور. ياك ما كتكون ما كيكون المقلع حتى كيسني نائب راه ديال الجمهور وكيبداو سميتو الابحاث هنا وهنا عاد لي زيتود دامباك دو فيزابيليتي الى غير ذلك عاد كنجيو حنا نديروها وماشي حنا اللي كنعطيو اسميتو. راه كدوز في الجهه فعند السيد والي الجهه وكدوز عند السيد العامل انا داك كيكون قرار عادلي. ما كاين ضرر كتكون اونكيت كومودو يعني كومودو البحث عن المضار والمنافع عاد كتكون مرخصه ماشي انا اللي كنرخص ليها. راه القانون واضح.
هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين واخ. دابا هاد المقلع هذا اللي غادي يجي تحت واحد المغاره اللي غادي تكون هي مغاره سياحيه ياك ومعطى طبيعي وبيئي. دابا هاد المقلع اللي غادي يجي ما غاديش يضر بتاتا لا الزوار لا المغاره. شوف ماشي غادي يجي وجار خدام عامو الفلوس وحبس. علاش حبس؟ راه خدام حبس ما عندوش البيع ودار وخرجت لجنه اقليميه وصرح بانه حبس لهذا السبب لانه ما عندوش البيع. ما خدامش دابا ما خدامش كاع شاجد ما خدامش هذا. وهذا واش اللي قال انجاد خليل ديال شي مقلع غادي يعاود هو نيت واش يعاود ولا شي واحد جديد؟ صحيح لانه عنده رخصه عطات رخصه من من من, من العماله. انتم كمدافع على المغارات الطبيعيه البيئيه حنا كندافع على المغارات. شوف لانه هذيك المغاره راه ماشي قريبه لسميتو راه بعيده منه. كاينين الفدادن بعيده مناش بعيده مناش بعيده مناش المغاره بعيده من المقلع من المقلع. كاين الواد كاع كيفصل بيناتهم وادي زركي كله كيفصل بيناتهم كاع. شحال بعيده تقريبا؟ وهذا غادي تكون اونفيرون 1 كيلومتر. 1 كيلومتر وداك الشيء اللي شوف هادو مقاييس قانونيه اللي كتعتبرها الدوله براسها هي اللي كتعطي. لا احنا لا نختلف بان كاين معايير ومقاييس قانونيه صحيح. ولكن في نفس الوقت احنا في زيارتنا لارض الواقع في بعض المناطق لقينا اخلال بهذه القوانين لقينا ناس ما احترموش هذه القوانين. شوف اللي غادي في اعطاء التراخيص لقينا ناس شوف. ضروا البيئه وضروا الفرشه المائيه. ايه هي راه كاينه معايير وكاينه قوانين ولكن في ارض الواقع ما مشينا لقينا ما داكشي ما طبقش. ما شوف لا 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 كاين هادشي كاين هادشي افراسن شي سلطه اللي فوق سلطات اخرين. هادشي كاين هادشي افراسن وقفنا عليه وقفنا عليه وقفنا عليه هادشي هادشي افراسن وقفنا عليه. لقينا بعض المشاريع اللي دارت اللي خرقات القانون لقيناها. شوف هذا خرق القانون. هنا فين تيجي الدور ديالكم انتم كرئيس منتخب باش تدافعوا على المنطقه وترافعوا عليها كمحامي عند باقي المؤسسات. اقول هذا راه دوركم. شوف راه عندكم دور الترافع السيد الرئيس في راسك هذه. عندنا الدور ديال الترافع. نعم ترى محامي ديال السكينه. مالي البيئه اسمح لي راه كاينين مالي البيئه هما الاولين اللي كاينين كلجنه. وانت محامي خلي دابا البيئه ولا خلي انت المحامي ديال السكينه. اي الضرر ما كاينش الضرر. الا كان الضرر انت مسؤول عليه. اكزاكتومون لانه شوف انا عندي مسائل قويه جدا هي مسائل قانونيه. واخا مزيان. مول البيئه ما عندوش هامول البيئه ما عندوش اشكال. مول العماله ما عندوش اشكال. مول طرف بيبليك مول اللي يضروا ليك. انت هو الاخراني. وانت تيبان لك كاين الاشكال ولا ما كاينش؟ انا ما كاينش. ما كاينش صافي. علاش؟ كان كارير ايه كانت كارير غير حدا تم لتحت منه صافي. داخل ما 3 سنين ولا 4 سنين دابا السيد مشى بحالو. دابا الجواب واضح ومباشر انه قلتي انت ما كاينش الضرر الناس يخدموا. بالنسبه ليا ما كاينش ضرر. صافي تتحمل مسؤوليتك امام المنتخبين. كتحملها منذ زمان ماشي دابا. مرحبا. المنطقه الخضراء رخص البناء عاود قال لك بانه راه خليل قال لك بانه تعطاو رخص البناء في المنطقه الخضراء. انا هذه المنطقه الخضراء ما فهمتش. لا هو كاع هذا دخالي ما عندوش كاع ان بلون دو ديفلوبمون دي ديفلوبمون باش نسميوها خضراء. اللي ديبوزاتم كاينش الرخصه بيستثناء انه الا عطاوه على واحد 600 متر ولا 800 لاجونسور بين مع العماله كيقولوا ليه لا راك بعيد كيفاش درتي باش تجي لهنا الا بغيتي تخلص عليها 30 مليون باش توصل ليه الدول تم لا كيجي يقرب الاخرين. هادو قوانين ديال التعمير ماشي ديالنا حنا. هذه منطقه خضراء اللي قال لك ما عندهم حتى منطقه خضراء هما بالنسبه لهم كاع ما كاين اشكال نهائيا. لا ما كاينش ان بلون دو ديفلوبمون. هو ما هضرش هو هضر على المنطقه الخضراء انه تتعطى فيها تراخيص في الحين قلتي لينا انت ما تتعطاوش تراخيص. ممنوع البناء ممنوع البناء في المنطقه الخضراء. لا كيتعطاوش ليها كاع اللي عنده افي دي فافورابل من لاجون سوربان ما كاينش. باغي نسولك دوار ايت وعرب واش داخل في المنطقه الخضراء؟ داخل وتا هو ما تتعطاوش فيه رخص البناء؟ ما كاينش انا ما كاينش علمي. ممنوع. واخا عندنا فاصل وغادي نرجعوا نكملوا معك السي افراس. على شد اف ام.
نعود ونواصل معكم برلمان الشعب مباشرة على الشدى. معنا دائما إفراسن سي محمد إفراسن رئيس جماعة غساس بإقليم وارزازات في إطار الرد والتعقيب على ما جاء على لسان المتدخلين السابقين سواء أعضاء معارضة عضوين من المعارضة واحد فيهم كان نائب الأول ديالو عفوا وكذلك بعض فعاليات المجتمع المدني. تكلمنا على عبد الله أناصر رئيس جمعية الموية تسلمات، نجاد خالد رئيس جمعية النخيل تفرغوس، الطيبي محمد الكاتب العام لجمعية تغيا أيت الحاج، وكذلك اليمني ناعمة ناشطة جمعوية بتدغس اللي صيفطت لنا واحد تكس على الواتساب تتوضح فيه الأمور. نواصلوا مع السي إفراسن وإنجاط خالد أو ما جاء على لسان إنجاط خالد. السي إفراسن نعم سيدي نواصلوا معك. إذن قلنا هذه المنطقة الخضراء ممنوع فيها البناء. ممنوع فيها البناء نعم، وما تعطاش الرخص ديال البناء بتاتا. لا علم لي أنا واش تعطات رخصة، لأنه ما هي رخصة؟ نعم البلانات كيدوزوا في العمالة والوكالة الحضرية كيحضر التقني ديال الجماعة كيشد لما حضر والله كيجي كيدير هو الرخصة، هو اللي كيسنيها من اللور هو مع الريجيسور ديال المدى نعم ديال التوصيل ديال الفلوس اللي تعطوه فيها وكيسنيها هو كيقول بأنه بالموافقة باش تعطات عاد الرخصة كيسنيها الرئيس. أنا مش لست مهندسا ولست تقنيا هذه المنطقة الخضراء علاش ممنوع فيها البناء؟ عرفتي مزيان لأنه فيها الشجر فيها اللوز دي. نعم منطقة خضراء فيها الأشجار اللوز الزيتون وكل شيء. وهذا القرار ديال منطقة خضراء نعم، وهذا القرار هذا ديال 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 عدم ترخيص البناء امتى صدر؟ قديم ولا عاد بدا ولا 2013 من 2013 ممنوع البناء من 2000 من اللي خرج منوع البناء وطلبنا هذه سنة ونص هذه تقريبا المجلس برمته طلبنا من وزارة الفلاحة مع الوكالة قلنا لهم شوفوا إمكانية إلا كاينة شي رقعة اللي ما فيها داك الشجر ولا معاد فيها واش إسكيليا بوسيبيليتي أنه يترخص فيها البناء. أما في الواجهة الأخرى ويضيف وباش جاوبوكم؟ مازال ما لانه مخصوم عاود لي تيت ديالهم هادو باقي كاع ما جاوبوكم على الترخيص. ها ما جاوبوكمش على ترخيص البناء؟ لا ما يمكنش، هذا قانون، راه هذا قانون. لا دابا نتوما صيفطتوا لهم كتوضيح الا كاينه شي منطقه اخرى ممكن تعطيو فيها الرخص ديال البناء. عليهم يدرسوا المنطقه كلها وباقي ما جا جواب. لا مازال ما جاونا. عندي انا رخصه بناء ياه وقرار ديال ان رئيس المجلس الجماعي اللي هو انت محمد إفراسن ايه موقع ومكاشي على رخصه بناء بدوار ايت وعرب ماشي غير وحده. دابا هذه انا فسرها لي اللي ما دخلش في المنطقه اللي ما داروش في البلان ديفلوبمون كيترخص. دابا انا سولتك على ايت وعرب قلت لك كيف واش المنطقه الخضراء قلت لي في المنطقه الخضراء. لا سولتك قلت لي اه لا اذا ما فهمتيش اش كنقول وانا رجل الدوار في الدوار فين ما كاين الشجر اللي كيبان لهم الشجر دخلوه في المنطقه الخضراء. اما الدوار هذا الدوار انت اللي كتقول ايت وعرب المناطق اللي ما فيهم الشجر اللي ما داينينش ما كاينينش في لو بلون ديفلوبمون تصميم النمو تم كيرخصوه. وفهمني دابا اللي غادي يجي فوق الشجر ما فهمتش فوق داك الشجر باش يترخص ممنوع. سي محمد إفراسن ما فهمتش انت تتقول لي ايت وعرب منطقه خضراء سولتك قبل الفاصل. لا انت اذا ما فهمتيش الا بغيتي نجبدوا ليكستري دابا من لاريجين جبدوا وتسمعوا. لا اسمعني انت بلاتي سي إفراسن انت قلتي لي سولتك ايت وعرب واش منطقه خضراء قلتي لي تيدخل في المنطقه الخضراء. ايت وعرب لا قلت لك نديروا فاصل ونرجعوا. درنا الفاصل رجعنا مشيت معك لي ديطاي ديال الامور باش نعرف امتى هذا القرار ديال ممنوع البناء في المنطقه الخضراء. قلتي لي منذ 2013 الرخصه اللي عندي انا دارت في 22 يوليو 2015 بلاتي السي إفراسن وقلتي لي بانه انتم راسلتوا الفلاحه على اساس انه
يشوفوا يديروا واحد ليتيود ويشوفوا البلايص اللي ممكن يتعطى فيها ترخيص على البناء وباقي ما جاوبوكمش لي حدود الساعه، لان الامر خاصو ليتيود. ايوا دابا فهمني، نتوما صيفطتوا باش يعطيوكم لا بلاتي صيفطتوا باش يعطيوكم فين ممكن ترخصوا البناء وباقي ما جاوبوكمش، وهي عندي رخصه للبناء. دابا تقول لي لا ديفلوبمون هذا ما فهمتش. انا فهمني انت دابا واش الحسين، انا فهمني وتبعني تبعني مزيان على بركه الله. هي راه ما فهمتش دوريت وعرب اه دور ماشي دوريت وعرب، دوريت وعرب هي تحت فالي استاذ هلال دور كلهم ديال السونتر بغسات اه فيهم الرقاص في المناطق اللي ما داروش في لو بلون ديال 2013. رايت وعرب راه فيه ما يزيد من تقريبا من 30 رخصه لي في المناطق اللي هي كدوز في لاجونس اوربان وفي سميتو التعمير في العمل. دابا 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 البلون فهمني المناطق اللي هي خضراء اها اللي داروا كوشوها هما في لو بلون ديفلوبمون ممنوع فيها البني اها. هادشي اللي كنقول لك ربما ما في 2013 ممنوع فيها البني واخ، وهاد دابا المنطقه الخضراء ما دارتش في البلون ديال ديفلوبمون ديال 2013. لا كاينه في 2013 هو اللي عطاك المنطقه. شوف راه هي عطاها قلت لك البلاصه اللي هما البلانه راه شدات الطائره وداز في المراحل راك عرفتي كل شيء. الور المناطق اللي ما بانش فيها الشجر ولا كان فيها ومات مطاطر مشى داك الشيء كله تم دايرين دوك لي بوان هنا مسموح فيه هنا مسموح فيه. اي تعرف قلت لك راه فيه العدد ديال الرخص فايت عثمانيوس في. اما في المنطقه اللي كيقولوا لك هنا فيها الشجر ما توصلوش هو اللي كيتحترم واخا هذه كنقولوا لك. اذا دابا هذه الرخصه اللي عطيتي في 2015 هي رخصه تعطات في اطار ان هذا السيد هذا بنى في منطقه ماشي في ما دخلش المنطقه الخضراء. ياك كاينه عندك شي رخصه؟ اه عندي بين يديه. ايوا شوف موراها راه كاين التقني هو الاول اللي كيسني. لا لا هو اللي كيحضر في هو اللي كيحضر في الاجتماعات. وحنا الريجيسور انا تقني الى سنع حتى يبان لي العكس انا ديك الساعه نقدم للمحكمه. دابا حنا دابا حنا دابا حنا انا بحال بحال شوف انا التقني قلت لك انا لست مهندسا ولا تقنيا. هما عندهم البلانات هما اللي كيدوزوا على لاجونس اوربان اللي جابوها دايزا كنسنيها اللي كيسني هو كنسنيه. تتسنيها السي الفرنسي تتسني راه صعيب تسني بيان سور راه صعيب راه مسؤوليه راه مسؤوليه قانونيه خطيره جدا وخطيره وقلب الورقه وتشوف اش فيها اش درتها التقني. الورقه عندي عير ريكتو فيرسو ما كاينش. ايوا قلبها وحتى كمل الايه عاد ديك الساعه. لا خلي الايه خلي الايه عير غير هو انت باش تسني واحد الورقه انا مثلا ماشي تنقول لك شنو دير لا هذا هو السير ديال الاداره والناس اللي علاش الدوله دارت التقني يسني هو الاول. ايوا وعلاش كاين الرئيس الرئيس راه علاش كيسني اجي لا مي سنيتي اسمح لي انا غير اش باغي نقول لك انا غير دابا انت دابا انا نعطيك عقد لي زياد دابا انت هاد دابا ديال الحل المدني دابا السي الرئيس دابا هاد الدار هاد السيد هذا رخص ليه كمثال رجعوا عندي وقالوا لي راه كاين بزاف ديال الرخص المهم على وانت قلتيها راه انت قلتيها انت قلتيها كاينين جبدهم راه انت قلتيها قلتي كاين بزاف مهم. لا قلت لك الرخص اييه القانونيه هادو الرخص شوف قانونيين اييه حنا ما تنهضروش على مدى قانونيات حنا ما تنهضروش على مدى قانونيتها. دابا المشكل من خلال كلامك اللي سمعت هو اشنا هو هو انك سينيتي بعطف الثقه انك داير الثقه في التكنيسيان وماشي انا لا اطعن في التقني ولكن اللي خصو يكون اشنا هو هو انه تتمشي وتتشوف ديك البلاصه اللي غادي دار فيها الدار واش داخل المنطقه الخضراء ولا لا عاد باش توقع. شوف قلت لك الرئيس يا سلام التقني يمشي لا الرئيس يمشي دور هذا البلان واش انا فاهم في البلانات وكاين اللي ماذا الدوله دارت التقني ودارت المهندس ما تهبطش انت الارض الميدان تشوف شنو كاين. شوف شوف انا ما كان لا افهم شيئا في التقنيات لا هذه باينه غير ارض الميدان غنشوف ديك البلاصه واش منطقه خضراء ولا لا صافي. سمعني شوف منطقه خضراء ولا غيرها راه جميع راه جلاله الملك تيدير زيارات ميدانيه المشاريع تيدشنها وتعاود يرجع ليها بالليل يشوف. انا شوف كنشنوها
وتيرجع بالليل. هذا الدار، شوف الدار، هادشي اللي كاين في جميع الجامعات، تقني المهندسين كيشنيو كيجيو وكيتحملوا المسؤوليه امام القانون. ايه طبيعي الحال، التقنية يتحمل المسؤولية والرئيس يتحمل المسؤولية كذلك في السهر، في السهر داك النايب داكشي اللي كاين في السهر وتتبع المشاريع ولا اي حاجة من بدايتها الى اخرتها. راه هذا الرئيس اللي دارهم هذوك المشاريع على الشطر، ماشي مشكل، ماشي مشكل. اول ما احنا معاه، ايه طبيعي الحال، احنا تنقولوا احنا، انا لا اطعن في التقني ديال الجماعه ابدا، حاشا. التيم اللي كتقول لي راه فيه وجبد عليه شي حاجه، لا احنا لا نطعن فيه. احنا ماذا نقول؟ احنا ماذا نقول؟ احنا نقول انا عندي رخصه ياك ديال ايتو عرب، قلتي لي في المنطقه الخضراء، فطرحت السؤال ومشيت باغي نديطاي الامور باش يفهموا الناس. نعم. خليني من داكشي اللي سميتو ايتو عراب، قلتي لي منطقه خضراء السيد الرئيس بنوي، كان قول لك داخل ايتو عراب منطقه خضراء وفيها مناطق اللي مسموح فيها البناء. ايوا هادشي ما قلتي حتى من بعد تبدينا لا 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 تبدينا تنفصلوا السيد الرئيس، تبدينا تنفصلوا. كيفاش عندك؟ واش هذا تهديد؟ برلمان الشعب يكون برلمان الشعب، واش هذا تهديد عندك؟ تهديد تتهددني؟ تهديد من عندك دابا انت عندك عندك راه لفظ التهديد، واش تهددني في لندن؟ لا ما كانش لا تهديد لا غيره، انا تندير خدمتي السي افراس، تندير خدمتي من معايا بالهدوء. راه بالهدوء هو اللي ما بغيتيش، راه قلت لك انا ايتو عرب قبل الفاصل واش منطقه خضراء، قلتي لي منطقه خضراء، جينا من بعد الفاصل تندي طيو باش نفهمو، بغينا نفهمو. عندي رخصه موقعه في اي توعرب، عندي رخصه موقعه في اي توعرب، بغيت نسولك علاش مرخصه زياد من 20 ولا 30 رخصه سنه في اي توعرب. مهم مهم على لك اللي هي دايزه في الاسانسور بان ودايزه في قسم التعمير بالعماله. المهم المهم احنا بغينا التفسير والتوضيح لا اقل ولا اكثر. التوضيح نعم. والتفسير سمعوا الجميع على المغرب كله كيسمع. مرحبا مرحبا. نمشيو تيقول انجاط خالد بانه شي ساقيه، شي ساقيه ديال السقاط صرفات عليها فلوس بلا نتيجه لا وجود للماء، انه ما دارت الساقيه وما كاينش الماء. هذاك السؤال نعم ما توجهوش ليا، وجهوا ليه هو اللي نايب اراضي الجمعة، هذيك ديال هذيك الفلوس ديال اراضي الجمعة، وهو اللي طلبها وهو اللي حطها تما، واليوم كيقول ما كاينش الماء. حنا ما درناهاش الجماعة، راه كما قلت لك راه هي في دوك العائدات ديال الفلوس ديال الارض. وهذا الشيء علاش انا طلبت لجنة خاصة تخرج من الرباط تجيل تشوف هذا الشيء ديال واش الدراسات اللي كانوا كيداروا، واش داروا على شي حاجة أولا غير كيدوزوا لي مارشي خباك. وطلبت هكا لك عاد طريق القانون دورة ديال المجلس، طلبت لجنة من الرباط. واضح واضح، وسولو هو المسؤول في هذا الشيء، هذا السؤال موجه ليه هو. واضح، إذا هو المسؤول إنجاد خالد بحكم أنه وكيل أراضي الجمعة. وكيل أراضي الجمعة هو المسؤول على هذه الساقية هذه، هو المسؤول على هذه الساقية هذه. نمشيو ما جاء على لسان طيبي محمد الكاتب العام لجمعية تغيا أيت الحاج. مرحبا. إذا قال من بين ما قال فيضانات 2014، قال لك الحقول وهذا وقع انجراف ديال التربه، انجراف ديال المنازل، بعض المنازل فيها شقوق مهدده، وقال بأنكم انتم الناس بقوا في العراء 6 ايام، وأكد طيبي عاود قلتها لي جوج مرات ولا ثلاثه وأكدها، قال بأنك ما عمرك زرتي المنطقه والناس راه 6 ايام هو في العراء كرئيس. يا سلام، حسب ما قال طيب محمد الرئيس كيهضر معاك. نعم، رجع للتلفازه. انا في التلفازه كنهضر في التلفازه هاللي كاين، وانا برجلي، وانا اللي ديت القياطن، وانا اللي كنصيفط لهم ما ياكلوا والبيتا غاز، وانا اللي واقف ليل ونهار انا والسيد العامل مشكور الهليكوبتر باش كانوا كيهبطوا سميتو في الفان ديال 2014. قلت لك انا براسي كنمشي تم الخبز كنصيفطوا لهم، الميكات شريناهم هما اللي باش غطوا الديور والطوموبيلات وليزومبيلونس اللي صيفطنا
والشاريو والتراكتور هي اللي كتدوز في مناطق قال لي ما يمكنش كيدوز. وهذا السيد هذا اللي قلتي لا علم له ما يجري هنا، راه هو فقادير شوفور ديال التاكسي ما عندوش جرام وجاب شي اخبار واش حاضر. وانا شوف اللي كنطلب هادوك الناس خصهم يرحلوا من تم الواد في 2014 دال في داد ندى كل شيء، ولهذا السبب كنطلبوا من الرباط شحال هذا درنا الملفات يرحلوا فين يرحلوا فين يمشيو فين يمشيو ولا رحلوا لا قلبنا هذا الشيء تكلفنا به حنا كجماعه على داس في الباك. قول لنا فين قول لنا فين يمشيو، قول لنا الراي العام راه ماشي وحصيناهم كاع فينا يمشيو فينا يمشيو مالتهم معنا شوف فينا يمشيو يوميا. واتصل بالناس ديال تغيا ديال الدوار ديال هذاك السيد اتصل بهم ويجاوبوك على ذاك يمكن تسولني. مهم غادي يطرح شوف والله العظيم الماكله كنديوها لهم والكواش تفرقات تم في المنطقه من 1400 كشه وشكون اللي كيوقف عليها؟ كاين السلطه المحليه وكاين الرئيس وانا على رجلي والله الا على رجلي وسولهم واحد واحد مزيان تبارك الله غير اللي جاي يطرق شي كذا انت تتجاوبهم انت تتجاوبهم احنا ما يسمع انت تتجاوبهم اذا يلا زيد اسيد فين غادي يمشيو فين تحولوهم فين غادي يمشيو قلت لك للسونتر دو الساعات جماعه راه في الباك والجماعه ورزقهم هما كانوا عايشين الو كانوا عايشين باراضي الفلاحيه ديالهم باش يعيشوا دابا الى تحولوا لا دابا نقول لك كيفاش هما هذوك الناس تفقنا معاهم كلشي سكان هذوك الناس نرحلهم للسونتر ديال الساعات لانه ما بقى هذاك البني مهدد بالانهيار وكان غوتو وقلتو في التلفازه ازيد من 10 الخطرات نعم معروف ارجع دابا 2014 وتهزي فراس ويدوزوه لك اش كيقول خرجوا لجان اقليميه فيها العمال الساده العمال مشكورين واتفقنا انه غادي نرحلوهم للسونتر ديال الساعات ودرنا بانه الجماعه تلتزم هضرنا في الباك تلتزم باقتناء الارض لانه هاد غسات ستان جروبمون اثنيك ديال ايتو غرور اذا خصنا اقتناء ديال الارض من بعد هما باقيين هاد الناس كانوا كيقولوا البعض منهم كيقولوا لك اعطيونا 1000 متر ما تبنيو لنا والو حنا ندبروا روسهم قلنا لي هاد المعايير حنا كنشوفوا مع وزاره السكنه مع وزاره الداخليه اش من هي الامكانيه اللي يمكن نسلكوا بها هاد الناس يخرجوا زياده اخرى لانه بقوه اخرى خاص يرحلوا لو بقاو كاع شويه الفداد ما قاضينش. وثانيا كاين ان باراج ان فيتور باراج اللي غيدار في 2019 ان شاء الله في هاد واد تاعيا هادوك ما بقى عندهم سكن ما يديروا تم وحقوقهم مكفوله بيان سور نعم موريد رزقهم كذلك مكفول بيان سور الا جبناهم للسونتر ديال الساعات جبناهم من المدينه راه غادي يخدموا واضح 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 أه. تكلم على بانه كاين الدوار ديال التغيا ايد الحاج مقسم لجوج ديال نصفين وكاين واحد الواد بيناتهم وكاين شي قنطره خاصها الدار وبان الميزانيه ترصدات منذ مده ولحدود ساعه ما تبناتش هذه القنطره هذه ما عمر اول مره كنسمع قنطره في هذا الواد اول مره كيفاش وضح لينا اكثر ما عندنا شي ميزانيه ديال القنطره نهائيا وما يمكنش دارتم لانه الا بيتي ديرها واه ليه الا كنفسر لك دابا راه مقبره كاع تهزات تم الواد داك الفيضان الكبير مشى المدرسه براسها طاحت رغم انه مشكور المياه والغابات والتدخل ديال الجماعه درنا الكافيون بارتو تم واش المدرسه الابتدائيه في تغيا ايت الحاج ايه المدرسه الابتدائيه وقال لنا الطيبي محمد بان دارت بشراكه مع شي منتج ديال شي فيلم عرف مني المدرسه قلت لك مشات كلها مشات من اللي مشات ومن اللي تبنات جابوا الفيلم جابوا الفيلم قال لي باش يصلح عطيناه الرخصه باش يصلح لهم هذاك القسم اللي بقى لانهم قلال هذوك الدراري عرفتي شحال اللي بقى تم سته ديال الدراري نعم فهمتيني سته ديال الدراري هما اللي بقاو كيقراو تم من حقهم التعليم ويقراو من حقهم واخا يكون واحد ما قلت لك سته ديال فهمني اش كنقول
6 ديال الدراري اللي بقاو تما القسم ديالهم قاد على حقو طريقو قادو الناس ديال الافلام معلم هي وعندهم قادو منتج ديال الافلام قادو منتج ديال الافلام منتج ديال نعم لانه يختلف الامر لا لا يختلف ابدا نعم قادو ولكن القنطرة إلا جامي تي كيستيون بأنه كاين القنطرة تما إذا القنطرة ما كايناش عمر ما دارت لي أخرى نزيدك أخرى نعم غير نزيدك أخرى مرحبا الدور اللي تحت منه تاغية أخرى مشات المدرسة مشات كاع الأصل ديالها وكاين واحد القسم هذاك البريفابريكي ماشي البريفابريكي القديم هذا الشيء دابا جديد راه الجماعة عاوتاني عرفتي شحال بقاو تراكسات في ذاك الواد باش غير نوصلوا هذاك القسم تحط حطيناه تم متنقل هو فاش كيقرا ولاد تاغيا يمين ثلاث اليوم ماشي كونتونير قال لنا كونتونير هذاك الكونتونير ايوا ماشي حرام الوليدات يقراو في كونتونير ما كان عندك الحل وكونتونير عرفتي البرد الحل ديال وزاره التعليم راه البرد عرفتي البرد تما لا ما كاينش البرد تما لا ما كاينش البرد واحد المنطقه اللي هي مثلا مخبيه على البرد ما فهمتش باش تفهم واش ما كاينش البرد في اقليم ورزازات كلها بارده لا حنا كنهضروا تم وغسات راه تيطيح الثلج متكيه مع الجبل مع الجبل دابا حيت متكيه مع الجبل نخليو لهم كونتونير يقراو فيه عباد الله هو فاش كيقراو واش دابا نتوما كاقليم كمجلس كجهه كجامعه ما قاديش ديروا شي قسم كونتونير واش الكونتونير فيه كرامه ديال داك التلميذ شوف كيف هذاك سميتو فاش كيقراو ما لانه ما يمكنش باقي تبني ما كاين فين تبنيه نهائيا القسم راه خرج دابا واحد لقيت الحاج هذا لقيت الحاج اللي كنقولوا ديروا لهم طريق وترونسبور سكولير وديهم يقراو في اي بلاصه ما يمكنش ترونسبور سكولير يدوز تم صوبوا الطريق شوف الطريق ديما ايوا ما يمكنش ترونسبور يدوز شوف وعلاش ما يدوش ترونسبور علاش ما يدوش ملي كاين الطريق علاش ما يدوش لا دابا نقول لك الي ريسكي لانه كيحمل في بعض الاحيان ما يمكنش انه الطوموبيله تهز لك ولاد الناس تعرض لذاك سميتو ولا انتم ولا انتم خديتوا ذاك الاعتبار بان هذه المنطقه غادي تحول من تم على قبل الباراج قلتوا نخليو نعديو بالكونتونير تيتحولوا لا ما كاينش لانه الباراج في علم الله راه يمكن يقول لك ها هو غيخرج غدا وما يخرج عاود لا كنشوفوا الكرامه هي هذه قلت لك هذا ورا الكرامه الوليدات ما خصهمش يقراو في كونتونير السي افراسن شوف وما كاينش شي بلاد تحترم نفسها تقري وليداتها في كونتونير كونتونير تدار فيه السلعه ماشي البشر ماشي انت راك غلط لا ووضح ليا صافي ما بقى عندنا ما نقول لا خصك تقول خصك توضح الشركات نعم هادو اللي كيديروا انا تنعرف الكونتونير هو اللي تجي فيه السلعه واش اللي قال الطيبي محمد الا صحاب هذيك الهضره ما نسمعهاش من حد واخا شوف شنو الكونتونير هذا كونتونير عرفت هادشي اللي كيديروا دابا الشركات البيروات ديالهم اها اييه بيروات في الشونتي هذاك اللي جابوا التعليم اللي دبرات فيه حنا دبرنا في الطريق والوسائل توصلناه لتم انا هذاك بالمواصفات ماشي حشومه كاع كونتونير ديال ها نعم اذا دابا فهمنا عيب دابا فهمت عيب يتقال هذا الشيء يسمعوه الناس يا راه عيب ماشي عيب حشومه كاع شوف ادعوك باش تمشي ليه ولا نمشيو شوف شي هذا الشيء كامل السي شوف السي افراسن الله يسمح لهم السي افراسن هذا الشيء كامل غادي نوقفوا عليه ان شاء الله والواقع هو غادي تكون عنده الكلمه الفيصل في ما بين بينك وبين ما جاء على لسان المتدخلين واخا عندنا فاصل ونواصل معك بقى شي نقطه ولا جوج نقدروا نختصروها في جوج دقائق اللي بقات ان شاء الله سي افراسن بعد الفاصل على شدفم نعود ونواصل معكم برلمان شعب ما بقاش الوقت بزاف معنا افراسن غادي نختموا معاه وبقى شي حاجه غدا ان شاء الله ضروري نقولوها ليه غير سي افراسن الو سي افراسن انقطع الخط وما بقاش الوقت غادي نتواصلوا معك غدا ان شاء الله واحد 5 ولا 10 ديال الدقائق في بدايه البرنامج بقى شي امور اللي تقالت على لسان طيبي محمد الكاتب العام للجمعيه التاغيه ايت الحاج وتا انا عندي واحد السؤال دابا تيضرب ليا في راسي باغي نسولك عليه بخصوص ايت الحاج تاغيه ايت الحاج والبراج والناس غادي تحولوا
البراجي دار تما كاين سؤال بغيت انا بغيت نفهمه ويفهموا معايا الناس، ولكن غدا ان شاء الله تقريبا واحد 5 حتى 10 قاع ديال الدقائق ونمشي وناخذوا المكالمات ديال عباد الله غدا ان شاء الله، غنسمعوا الشكايات ديالكم بعد ما نتواصلوا مع إفراس يوم غد ان شاء الله في 10 دقائق. الى اللقاء. على شدي فم